السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح ندير فيديو اللي في الأصل ما كنت حابب نديرها، لكن نديرها باش نلحق الميساج ديالي. نحب نهضر على السوجي تاع هذيك اللي قعدت علينا، مكبوتين وحيوانات وكباش إلى آخره. وزاد قعدت على إنسان طرف اللحم. نحب نفكرك حاجة اللي نسى اللي قلت عليهم طرف اللحم. كاين نسى ما شاء الله اللي ما يخليوش الراجل يلحق يهينها ولا يسبها ولا ما ميلا هضر معاها هضر عيانة. مازال عندنا نسى شريفات والحمد لله، وما ديريهمش كاع في جماعة وحدة وتسبيهم كاع وتقولي عليهم كاع طرف اللحم، باسكو كاين نسى عفيفات ما شاء الله ومتربيات وبنات فاميليا. ثانيا رجال قاع اللي قلت علينا حيوانات مكبوتين كباش، طيحتي بقيمة وليد بلادك، بهدلتي به وبهدلتي روحك، وما حد لحقك حتى براسة. نفكرك بحاجة واحدة أخرى، قصة سيدنا يوسف اللي حب التغويه مرت فرعون و ما غواتوش باسكو تفكر شاف ربي بعتلو رؤيا وجبد روحو. هذا نبي وكان كاباب تغويه امرأة، دونك الامرأة خلقت للرجل. سيدنا آدم دوموند لربي يخلق له المرأة اللي خلقت من الضلع ديالو باش ما يحس روحو واحد. انتيا على باليش واش راكي حاسبة روحك؟ انا حابب نعرف برك واش مديتي للمجتمع الجزائري، وشنو هي الحاجة اللي درتي ومديتيها، واش من ميساج اللي لحقتيه للشباب الجزائري؟ ما لحقت حتى ميساج وما درتي حتى حاجة اللي تنفع المجتمع. نحب نعلمك برك واحد الدعاء لأمثالك لازم يدعيوه ويكتروا من الدعاء كي يشوفوا روحهم في المرايا. كي تشوف روحك في المرايا قولي اللهم زين خلقي كما زينت خلقي، اللهم زين خلقي كما زينت خلقي. لازم دايما تدعي هذا الدعاء. ربي يهديك وربي يهدينا ان شاء الله. وهذوك الرجال اللي قلت عليهم حيوانات مكبوتين وكاع، حيوانات مكبوتين على جنسة كيما نتوما اللي حاسبين روحهم ما يدخلوش لهذيك البلاصة، باسكو انا قاسة وسيا كأسنان المشط اخرتها موت. فوالا حبيت نلحق الميساج وان شاء الله الميساج ديالي الحق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.